القبعات الست للتفكير. ما هي القبعات الست للتفكير؟ هي طريقة حديثة مبتكرة للتفكير تجعلنا نفكر بشكل أفضل ونكتسب أدوات التفكير المتوازي. تقوم الفكرة باختصار على أن التفكير التقليدي لا يكون فعالا، وأن التفكير عند البشر مقسم إلى ستة أنماط. هذه الأنماط هي أنماط التفكير الست والتي تشجع التفكير المتوازي الفعال. لكل نمط تفكير رمز أي قبعة ولون أبيض أسود أحمر أخضر أصفر أزرق محدد يرتديها الشخص حسب طريقة تفكيره في لحظة ما. يفكر معظم الناس في الغالب التفكير العرضي أو الجانبي الذي يفتقد للإبداعية والمرونة، ويتشبث معظم الناس بفكرة واحدة أو يتحيزون لأفكارهم. ينتج عن ذلك أن يفكر الناس بطريقة غير صحيحة أو بتفكير خاطئ. ينتج عن ذلك سوء الاتصال مع الآخرين أو عدم كفاءة ذلك الاتصال. ما هي مزايا التفكير التقليدي؟ بطيء slow، غير فعال ineffective، أحادي الجانب one-sided، عائق عدم التركيز، يسبب إصدار الأحكام الخاطئة والمتهورة، ويسبب الغموض وعدم العمق في التفكير، ولا يوصل إلى الحلول بطريقة مرنة وسهلة وإبداعية. عائق التفكير الجانبي: التفكير بطريقة جانبية متعاكسة مبنية على الأضداد، ويولد الخلافات والخصومات بين الناس، ولا يوصل إلى اتفاقات مقبولة، ويؤثر في عمليات الاتصال والتواصل. لماذا القبعات؟ ارتباط القبعات بالرأس لأنه منطقة العقل والتفكير. كذلك سهولة ارتداء وخلع القبعة، حيث أن تبديل القبعة يعادل تبديل التفكير. المرونة وإمكانية التبديل بين القبعات، كما أنه لا تعتبر أنماط للتفكير، فتقولب الناس وطرق تفكيرهم أو تعزز من الأنا والرأي المفرد، وكذلك ربط التفكير برمز ولون. لماذا نتعلمها؟ لتسهيل التفكير وتبسيطه ولاكتساب الوقت، لمزيد من المرونة في الطرح والتفكير، للتعرف على أنواع وأنماط التفكير المختلفة، لاكتساب التركيز الفعال، لتحسين الاتصال مع الآخرين وتقليل الخلافات، لإعطاء المشاعر والعواطف دورا مهما في التفكير، لتنمية التفكير الإبداعي والخلاق، سهلة التعلم والتطبيق على جميع المستويات. القبعة البيضاء، وهي التفكير الإعلامي informative، وهو لون محايد وموضوعي، يختص بالبيانات والمعلومات والحقائق المتوافرة، وتلك التي نحتاجها وتلك التي نود جمعها وكيف نحصل على المعلومات الناقصة، وهو يبحث عن مصدر المعلومة، يجمع المعلومات والبيانات والحقائق المختلفة، يقيم تلك المعلومات ويتحقق من مصدرها، يبحث عما ينقص من المعلومات، ويبحث عما نحتاجه من المعلومات، وعما نريده من المعلومات، ويجمع هذه المعلومات لنرى ما هو الناقص ونسد النقص في المعلومات، وتسجيل كل ذلك. القبعة السوداء، وهي تعني التفكير الحذر، وهي لون يوحي بالجدية والحزم، مرتبط بالتحذيرات والمخاطر والتدقيق في العراقيل والعقبات والبحث عن مصادر المشاكل والأخطاء، وهو يمثل التفكير المنطقي السلبي. تفيد هذه القبعة في النظر إلى الأمور من وجهة سلبية وتبين مواقع الزلل الممكنة والصعوبات والمشاكل المحتملة، وتمنع وقوع الأخطاء التي قد لا ينظر لها أو يتوقع أنها سوف تحدث. تعطي فكرة عن الجانب السلبي للموضوع ولا تعطي حلولا ومقترحات. تبحث عن المسبب المحتمل لكل عائق أو مشكلة محتملة أو متوقعة والنتيجة الممكنة بسببه. القبعة الحمراء، وهي تعني التفكير الحدسي، وهي لون يعبر عن المشاعر والأحاسيس الداخلية، وهو مرتبط بالحدس، وليس له علاقة لا بالحقائق ولا بالمعلومات ولا بما هو منطقي، ولكن بكيف نشعر الآن، وتعطي للأحاسيس والمشاعر الداخلية الفرصة في التعبير، ولا تهتم بالبحث عن أسباب ومبررات المشاعر، وتحوي منطلقات شعورية من تجارب وخبرات الآخرين التي يعبرون عنها بدون حواجز ولكن بشكل مختصر. القبعة الخضراء، وهي تعني التفكير الإبداعي creative،
وهي لون يوحي بالإنتاجية والنمو، مرتبط بالطاقة والطبيعة، يمثل الإبداعية والأفكار الجديدة الخلاقة، ينظر للأفكار من عدة زوايا ويحورها ويعدلها لتخرج أفكار جديدة مبتكرة، ويشجع المشاركة بالأفكار الجديدة والعصف الذهني. والأفكار قابلة للتعديل والتغيير بمرونة كبيرة، مما ينشئ أفكارا ومفاهيم جديدة. وهذه القبعة تقدم اقتراحات وتضع بدائل وتغطي جوانب الخلل والعقبات التي كشفتها القبعة السوداء، وتحث على العصف الذهني والتفكير خارج الصندوق. القبعة الصفراء، وهي تعني التفكير التركيبي، وهي لون يوحي بالأمل والإيجابية والتفاؤل، وتمثل التفكير المنطقي الإيجابي المبني على القيمة والفائدة المرجوة. تركز على القيمة والفائدة أو الجدوى المرجوة التي يمكن أن تحصل سواء المعروفة أو المحتملة. تركز على المزايا الإيجابية الممكن الحصول عليها. تقدم الأسباب والمبررات لكل مقترح إيجابي يمكن أن يتم اقتراحه. تنطلق المقترحات بشكل إيجابي لتكون ظاهرة ويمكن تنفيذها. القبعة الزرقاء، وهي تعني التفكير التأملي، وهي لون شمولي يدل على الرحابة والاتساع، يوحي بالقدرة على الضبط والتحكم، مرتبط بعملية ربط الأفكار. تقوم بضبط عمليات التفكير أي القبعات وتوجيهها في مسارها الصحيح. تتحكم وتدير التفكير وتنسق طلبات أعضاء المجموعة للنظر في نمط معين من التفكير. تبدي الملاحظات حول الأنماط التفكيرية وتربط ما بين الأفكار. تلخص الأفكار وتقدم الاستنتاجات والنظرة العامة، وتقوم بوضع خطط التنفيذ. كيف تستخدم القبعات الست؟ القبعة البيضاء، تستخدم عند وجود موضوع جديد، عند اتخاذ قرار، عند دراسة موقف ما وجمع المعلومات حوله للوصول إلى نقاط الاتفاق بتحري المعلومة والموضوعية في الطرح والواقعية في التفكير. أما القبعة السوداء فتستخدم عند دراسة موضوع ما وفهم أبعاده السلبية المحتملة منه، وعند معالجة وضع قائم وتغييره، وعند بدء في مشروع جديد ونقده. القبعة الحمراء تستخدم لتقييم فكرة أو موضوع ما تم تداوله ونقاشه، للبحث في النقاط الخلافية أو السلبية، لطرح المشاعر المرتبطة بالقرار. والقبعة الخضراء تستخدم عند الحاجة إلى المقترحات في موضوع ما، عند وجود الخيارات والبدائل، عند النظر في الرؤية المستقبلية، عند الرغبة في التعديل والتطوير والتحسين للأفضل بالأفكار والمفاهيم والرؤى الجديدة. والقبعة الصفراء تستخدم عند الحاجة للنظر إلى الجانب الإيجابي من الموضوع، عند طرح فكرة أو مشروع جديد، عند حدوث تعديل أو تغيير كبير في المشروع. والقبعة الزرقاء تستخدم لضبط التفكير وتوجيه الاتجاه الصحيح أي التركيز عند حسم موضوع اختلافي، عند اتخاذ قرار ووضع خطة لتنفيذه، عند ربط الأفكار وتلخيصها ووضع الاستنتاجات والملاحظات. الاستدعاء التسلسلي للقبعات، في هذه الطريقة يتم استدعاء قبعة واحدة بشكل فردي ولفترة محددة من الوقت، ثم يتم طرح وتبني هذا النمط من التفكير وتسجيل كل ما يطرح، ثم تستدعى بقية القبعات الواحدة والأخرى بشكل فردي لنفس الغرض أي تتالي القبعات. أين يمكن أن تطبق طريقة القبعات الست؟ تطبق في الاستخدام الشخصي في المواقف المختلفة أثناء الحديث وتبادل الرأي مع الآخرين، وفي الاجتماعات ومع المجموعات النقاشية المختلفة، كما تستخدم في كتابة التقارير. ملاحظات هامة: الوقت المسموح يقدر بثلاث إلى أربع دقائق لكل تفكير أي قبعة، أو دقيقة واحدة لكل مشارك. يتم الاتفاق على الوقت وتحديد الوقت لكل قبعة، من الممكن تمديد الوقت حسب الاقتراحات الواردة. يكون وقت القبعة الحمراء قصيرا أي 30 ثانية فقط، ويحدد في البداية ترتيب وتسلسل القبعات. مثال لتسلسل القبعات في اجتماع: البداية القبعة الزرقاء أي المدير لإدارة الاجتماع أو النقاش وتحديد الهدف من الاجتماع وطرح أول موضوع ليكن ألف،
القبعة الحمراء تحديد مشاعر وحدس كل مشارك نحو الموضوع ألف، والقبعة البيضاء جمع المعلومات وطرح الحقائق حول الموضوع ألف، والقبعة الصفراء طرح الأفكار والآراء الإيجابية حول الموضوع ألف، والقبعة السوداء طرح النقاط السلبية من الموضوع والنقد ألف، والقبعة الزرقاء مرة أخرى لتلخيص النتائج والأفكار وربطها معا ووضع خطط لتنفيذ القرارات حول الموضوع ألف. قد تستخدم القبعة الخضراء لوضع الحلول والبدائل الممكنة للموضوع ألف إلى آخره. يمكن أن تظهر القبعة الزرقاء في أي تسلسل لضبط الاجتماع والتركيز حول الموضوع ألف.